السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح بطارية الخاصة بالأرانب، عبارة عن 8 عيون، اللي هي طب نعد من هنا 7 عيون اللي هي أمهات، في بالأخير عين ذكر، والجهة الثانية كذلك 4 عيون للأمهات. طبعا هذه البطارية مكونة من حديد قوي ومجلفن ومدهون إلكتروستاتيك. ارتفاع البطارية من تحت إلى فوق متر، وكذلك مقاسات الأقفاص، مقاس القفص من هنا إلى النهاية 2 متر، وعرض كل عين 45 سنتي، وارتفاعها 30 سنتي. طبعا تحتوي على كذلك بيوت الولادة، بيوت الولادة مقاسها 33 سنتي، في ارتفاع 30 سنتي. وعرض البطارية كذلك من بيت الولادة إلى بيت الولادة الآخر اللي هو 1.75 متر. هذه البطارية مكونة من عدة أقفاص، وهذا مثال على الأقفاص المكونة من البطارية. هذا هو القفص الأول والعين الأولى التي توضع فيها الأم بحيث أنها تولد، وخلال الولادة تكون هنا، هذا بيت الولادة. طبعا هذه تجي لوحدها، ما تجي مع البطارية اللي هي فرشة العرقوب، لكن هذه شرح البطارية كاملة. إذا يحتاج الشخص أن يضرب فرشة عرقوب ونوفرها له بهذا الشكل. العين ما شاء الله كبيرة وواسعة. كم المقاس من هنا لهنا؟ راح نطلع لكم الآن مقاسات العين الواحدة، وهي 50 سنتي، كذا 50 سنتي، وبالمجال هذا 45 سنتي، وكذلك تحت 30 سنتي. العين الواحدة ما شاء الله مساحتها كبيرة، موجود فيها قفل كذلك. إذا احتجنا نفتح العين، مجرد نحرك هذا القفل تنفتح العين، ومقاسها ما شاء الله واسع حتى أنها تستوعب الأم وفراخها. كذلك مكونة من علافة موجودة مع البطارية، سهلة التركيب وسهلة الفك، فقط ترفعها تطلع العلافة من مكانها، وتستطيع كذلك إضافة العلف من هنا بحيث أن الأرنب تأتي من الداخل وتأكل العلف بكل أريحية. طبعا البطارية موجودة فيها ماسورة لتوفير المياه والنبل لكل عين بهذا الشكل. هذه العين، هذه النبل، وهذه الماسورة ممتدة على طول البطارية بحيث أنها تشبك مع بعض مع الماسورة الثانية كذلك في العين الأخرى، ويكون مصدر المياه واحد، بإمكان إضافة كذلك الأدوية مع الماء. القفص بهذا الشكل، في له قفل، القفل مجرد انك تحركه تحت ينفتح معك القفص بكل أريحية، وكذلك للغلق مجرد انك تحركه تحت وتشبك هذه السوستة وخلاص، لا يمكن يطلع أي شيء من داخل القفص. نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.